استدل اوقاتكم اخواني اخواتي، واهلا وسهلا بكم. هذه مده وحنا كنسمعوا على عمليه مرحبا، فوقاش غادي تنطلق عمليه مرحبا، فوقاش يمكن الجاليه المغربيه ترجع المغرب باش تقضي الصيف، كذلك فوقاش غادي يطلقوا سراح المغاربه القاطنين بالخارج المحتجزين بسبب كورونا فيروس بالمغرب منذ ازيد من 3 شهور. إذن بالنسبة للناس اللي عالقين خارج المغرب، صرحت وزارة الخارجية بأنها كتنظم رحلات، وكنا تكلمنا ورحلات فعلا انطلقت ومشات من الجزائر، من تركيا، من إسبانيا، وماشيين شوية بشوية، وكنا نشرنا كاع جدول نتاع الرحلات المقبلة من مجموعة نتاع الدول ومنها حتى إيطاليا. ولكن تيبقى الموضوع بالنسبة لعملية مرحبا. اليوم وزير الخارجية سي ناصر بوريطة أمام البرلمان المغربي، وفي تدخل ليه للجواب عن مجموعة من الأسئلة للمستشارين، قطع الشك باليقين وصرح ما يلي. تفضل سيدي الوزير. شكرا. إذا نميز ما بين مرحبا، اللي هي واحد العملية معروفة، واحد تقاليد، عندها واحد التحضير ثقيل، يعني إلا ما بديتيهاش في أفريل ما يمكنلكش تبدا في لوكان جوان. حنا فتنا هاد التحضيرات، وبالتالي من البديهي ان مرحبا ما كايناش بالشكل ديالها. المغربي انه يعود الى المغرب خارج عمليه مرحبا، هذه امر طبيعي مرتبط باربعه الامور. مرتبط اولا بفتح الحدود الدوليه للمغرب البريه والجويه، مرتبط ثانيا بان الدول المرور اللي غيكون فيها اللي هي ايطاليا اسبانيا وهذا بانها تاخذ تدابير واللي كتضمن هذا المرور، مرتبطة ثالثا بالوضعية الوبائية الدولية، وشفنا اليوم الأوميس اللي ولات كتهضر على واحد العودة ديال الفيروس، والوطنية كذلك، ومرتبطة أخيرا بالبروتوكول الصحي اللي غيدير المغرب لكل عائد إلى المغرب. إذا كان اليوم المغرب عنده بروتوكول واضح اللي كيجي كيخصو يدير حجر صحي 9 أيام على الأقل، ويدير 2 تيست PCR. إذا كان هذا البروتوكول غادي يبقى فغيكون عنده تأثير على العودة. إذا العملية كل هذه العودة غتكون مرتبطة بهذا الأربعة الاعتبارات. إذا كيف ما شفتوا كيف ما سمعتوا، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة انفى نفيا تاما أن غادي تكون هناك تنظيم لعملية مرحبا 2020، على خلاف ما نشرته مجموعة من الصحف ووسائل الإعلام المغربية سواء ورقية أو إلكترونية. وعلل هاد يعني عدم التنظيم ديالها المجموعة من الأسباب، أولها أن عملية مرحبا هي عملية تتنطلق التنظيم ديالها منذ شهر 4 يعني أفريل، بسبب هاد الوباء اللي ضرب يعني العالم كله ما كانش ممكن بأنه تنظم هاد العملية، ولكن ضاب بأن المغاربة اللي باغيين يعني مغاربة العالم اللي باغي يرجع المغرب باش يقضي الصيف ديالو خارج عملية مرحبا، فهناك إمكانات باش المغاربة يمكن لهم يرجعوا للمغرب. ولكن حدد مجموعة ديال الأمور، حدد 4 أمور خاصة توفر باش يمكن الجالية المغربية ترجع هاد الصيف وتقضي فصل الصيف بالمغرب. إن الأمر الأول تيرجع لوقتاش غادي تحل أو غتقرر الحكومة، واللي هو جزء من الحكومة، فوقاش غتقرر فتح الحدود المغربية للخارج. كيف ما كتعرفوا ابتداء من يوم الأربعاء المقبل غادي تبدأ يعني النقل ما بين النقل الداخلي يعني السفر الداخلي سواء برا أو جوا، ولكن بالنسبة للحدود المغربية فوقتاش غادي تحل فوقاش المطارات وغادي تكون تنظم رحلات للخارج، كل شيء مازال في خبر الله أعلم. إذا الأمر الثاني يتعلق بدول المرور، دول المرور مثلا نذكر إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، هالدول خاصة تعلن على أنها مستعدة لتنظيم عملية المرور وتعطي واحد الضمانات صحية وقائية. ما معنى هذا؟ خاص اي مهاجر بغى يمشي للمغرب مثلا من فرنسا او ايطاليا فيما وصل يعمل الطامبوني نتاع اللي كيقول واش فيه كورونا ولا لا، او ان الامر كافي بانهم يعبروا له فقط يعني الحراره، الله اعلم لانه ما دخلش في التفاصيل. الشرط الثالث وهو متعلق بالوضعيه الوبائيه سواء الدوليه او الوطنيه،
وعطى مثال على ان لومس يعني المنظمه العالميه للصحه يعني نشرت بان هناك انتشار كبير لهذا الوباء، وان الامر يعني ما غاديش يعني في احسن وانما غادي في أسوأ. اذا حتى الحاله الوبائيه سواء كانت دوليه او كانت وطنيه غادي يرجع معلق بها الرجوع نتاع المواطن المغربي لزياره اهله وبلده. الشرط الرابع وهو البروتوكول اللي كيتبناه المغرب فاش كيدخل اي واحد من الخارج. هذا البروتوكول كما شرح الوزير بوريطة هو 9 أيام على الأقل حجر صحي، يعني الإنسان يكون معزول بوحديته. كذلك خاصو يعمل 2 ديال لي تيست، يكون يعني نيجاتيف التيست الأول ونيجاتيف التيست الثاني. على ما تنظن أنايا بأن عملية مرحبا ماشي فقط عملية مرحبا اللي يعني في خبر كان، وإنما بهذه الشروط كنظن بأن يصعب على كل مهاجر مغربي في الخارج العودة هذه السنة. زيد على ذلك المعاملة الغير إنسانية اللي ما زالت يعاني منها المغاربة اللي محتجزين بالمغرب منذ أزيد من 3 شهور. العالقين المغاربة كذلك العالقين بالخارج واللي بداو دابا كيرجعوا للمغرب عبر مجموعة من الرحلات كيف ما ذكرنا في الأول. ولكن مشكل ديال المغاربة المهاجرين المقيمين بالخارج واللي مازالين عالقين بالمغرب، واللي خلاو وليداتهم، اللي خلاو المنازل ديالهم، اللي خلاو العمل ديالهم، اللي متبعين يعني مسائل صحية ديالهم، عندهم وضعية صحية حرجة. كاين فيهم اللي كاع وفاتوا المنية وتوفى، كاين فيهم اللي كان مريض وزادت الحالة ديالو تأزمت، كاين فيهم اللي مشى المنزل ديالو سيرتو لكان المنزل ديالو غيكاري وما كيأديش الثمن ديال ديك هاد المدة كامل، وكاين فيهم اللي فقد العمل ديالو بسبب تعنت الحكومة المغربية. لأن متفقة مع الوزير ومع الإجراءات نتاع الحكومة فيما يتعلق ب الناس اللي غادي يدخلوا، لان فعلا خاص يكون بروتوكول. وكاين خوف بان الناس كما وقع في جميع دول العالم، يعني العدوى تقريبا كلها تقسمت هاد الدول يعني عبر مسافرين اللي كيجيو من كل الاماكن. ولكن بالنسبه للناس اللي غيخرجوا خاص مثلا ايطاليا او فرنسا او هولندا هي اللي دير واحد البروتوكول صحي بالنسبه للناس اللي غيدخلوا لبلادها، وهي اللي تفرض عليهم الشروط. إن فيتشي بالعكس فهاد الدول مستعدة باش تنظم رحلات سواء جوية أو بحرية أو يعني برية باش هاد الناس يرجعوا للعمل ديالهم، باش هاد الناس يرجعوا للأسر ديالهم ويرجعوا للحياة ديالهم العادية. صحيح أن خرجات الباخرة الأولى بالنسبة للناس اللي مسجلين في القنصليات واللي تمكنوا ما ياخذوا واحد سيرتيفيكا أو شهادة ليسي باسي من وزارة الداخلية، وتنظمت يعني باخرة ثانية. ولكن في هذه البواخر مجموعة ديال الناس وصلتهم رسائل باش يمشيو لطنجة، وكاين اللي مشى من ورزازات، كاين اللي مشى من رشيدية، كاين اللي مشى من أكادير، كاين اللي مشى من فاس. وفاش وصل الميناء المتوسطي ديال طنجة لقى الباخرة وما لقاش الاسم ديالو. كذلك يعني خرق لحقوق الإنسان، خرق واضح لحقوق الإنسان، فيها ظلم، فيها تعدو، فيها كذلك قرارات مجحفة لحكومة أظن أنها يعني باش توغي العضلات ديالها الحكومة أخرين ضحات بالمواطن المغربي المهاجر اللي ما عمره نسى البلاد ديالو واللي دائما تشتغل باش يعاون ويساعد الوطن ديالو. صحيح ان هناك طارئ، هناك وباء عالمي، ولكن ليس هناك اي سبب احتجاز المهاجرين المغاربة بالمغرب وعدم السماح لهم للعودة الى مقر سكنهم ومقر العمل ديالهم. تنحييكم، كنسلم عليكم، نتلقاو في فيديو قريب ان شاء الله. مع السلامة. عجبك الفيديو؟ سندنا بالإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليصلك كل جديد.